وحول هذا الموضوع وكذلك حول آخر مستجدات وباء كوفيد-19 في بغداد وعموم العراق، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا أحمد فيلي ليطلعنا على تفاصيل أكثر. أهلا بك أحمد، تفضل، ما الجديد لديك اليوم؟ نعم، شكرا جزيلا ومتحدث. شكرا لك، أهلا بك. يعني في هذه اللحظات بالتحديد وصلت الإحصائية نعم الرسمية لعدد الإصابات لهذا اليوم تحديدا. نعم. وفي الحقيقة الإحصائية كارثية بمعنى بجميع المعاني. يعني اليوم سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 4404 حالات إصابة. نعم. الرقم 4404 إصابات في المجمل المحافظات العراقية. نعم. في بغداد الرصافة 981 حالة إصابة، في بغداد الكرخ 1127 حالة إصابة، وفي مدينة الضيف 783 حالة إصابة. يعني هذا الرقم كبير جدا بالنسبة لعدد النماذج التي تم فحصها والتي بلغت 13677 حالة إصابة. نعم. إذن يعني لهذا الموضوع قد طلبت وزارة الصحة بأن تكون هنالك أماكن أخرى بديلة للحجر وكذلك لاستقبال المصابين بهذا الوباء، مثل تهيئة السرة على أرض معرض بغداد الدولي من أجل استقبال المصابين بوباء كورونا. نعم. هناك وبسبب اكتظاظ المستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب مزيد من الحالات، كذلك هنالك معلومات تتحدث عن ايضا محاوله تهيئه الاقسام الداخليه للجامعه المستوطنيه الواقعه في شارع فلسطين من اجل ان تكون ايضا يعني محاجر اخرى وايضا نزل اخرى لاستقبال المصابين، رغم اعتراض الاهالي هنا في هذه المنطقه منطقه شارع فلسطين على هذا الموضوع باعتبار ان هذه الاقسام تقع ضمن منطقه سكنيه وقد تكون منطقه موبوءه بسبب هذا الحجر. لكن نتحدث عن لغه الارقام، يعني هذا الاسبوع الذي كان ايضا هو في حظر تجول شامل كان حافلا بالاصابات بهذا الرقم، يعني ان الاصابات قد بلغت اكثر من 10000 اصابه خلال هذا الاسبوع المنصرم، وهو رقم كبير جدا قياسا بما حصل في الشهور او الاسابيع الماضيه. وقد يلتزم هنا التوقف عند هذه النقطه باعتبار ان حالات الوفيات قد ارتفعت ايضا، يعني اليوم كانت هنالك حالات وفيات 34 حاله وفاه في بغداد الرصافه 16 وفي بغداد الكرخ 7 وفي مدينه الطيب نعم ايضا 3. نعم. الاحصائيه للساعات ال 24 الماضيه ايضا كانت هنالك تسجيل 1161 حاله اصابه جديده وبوفيات ايضا قد بلغت 31 حاله وفاه في بغداد الرصافه 8 بغداد الكرخ 4 ومدينه الطيب 4، ذلك ارتفع العدد الاجمالي لعدد الاصابات حاليا الى اكثر من 20000 حاله اصابه او 21000 تقريبا حالة إصابة في جميع المحافظات العراقية. هذا رقم كبير جدا، وربما ننتظر أيضا يعني الموقف الحكومي تجاه هذا الموضوع، خصوصا أن حظر التجوال الشامل سوف ينتهي بنهاية يوم الغد يوم السبت المقبل. نعم نعم، إذا سنكتفي بذلك، وشكرا جزيلا لانضمامك معي في هذه النشرة أحمد فيلي مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا.